السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في مساق مبادئ قانون الأعمال في الاتحاد الأوروبي. نحن الآن في الأسبوع الثاني وفي المحاضرة الثانية من مبادئ الحريات الأربع. سوف ندرس في هذا المحور حرية انتقال الخدمات. بداية أريد أن أطلب منكم أن تطلعوا على المواد القانونية من 56 حتى 62 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي. نبدأ بشرح هذا المبدأ وندرس بداية نطاق هذا المبدأ. نطاق المبدأ نصت عليه المادة 56 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي. رأت هذه الاتفاقية بأنه يجب حظر كل القيود على حرية انتقال الخدمات ضمن الاتحاد الأوروبي. أما الفقرة الثانية فرأت بأنه يملك المجلس والبرلمان الأوروبي سلطة اتخاذ تدابير تشريعية من أجل تنظيم نقل الخدمات إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي. ما المقصود بالخدمات؟ المقصود بالخدمات حسب المادة 57 هو كل خدمة مؤقتة ومقابل أجر، وقد عددتها بالترتيب حين قالت: هي الخدمات ذات الطابع الاقتصادي، الخدمات ذات الطابع التجاري، الخدمات التي يقدمها الحرفيين، والخدمات التي تقدمها المهنيين. واشترطت المادة أن تكون هذه الخدمات مؤقتة وأن تكون بمقابل. الاستثناء من نطاق هذا المبدأ، هل تشمل المواد من 56 حتى 62 كل خدمات المقدمة في الاتحاد الأوروبي؟ لا نعتقد ذلك. تعالوا إلى المادة 58. رأت هذه المادة بأن حرية خدمات النقل يجب عليها أن تخضع للنصوص القانونية الموجودة في الفصل المعنون بالنقل. تعالوا لنذهب إلى الفصل المعنون بالنقل. نذهب إلى الفصل المعنون بالنقل وهي المواد 90 فما بعدها حتى نصل إلى المادة 100. المادة 100 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي ترى بأن هذه القيود أو هذه الشروط المنصوص عليها في باب النقل تقدم إلى الخدمات التي تقدم بالسكك الحديدية وبالطرق البرية وبالنقل البحري. إذن أين هو النقل الجوي؟ نستنتج من كل ذلك أن خدمات النقل الجوي تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 58 حتى 62. أما باقي خدمات النقل فإنها تخضع لهذا المبدأ. شروط تقديم الخدمة، ما هي الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في الخدمة حتى تشمل هذه النصوص؟ أولا يجب أن تكون الخدمة بمقابل، كما أن هذه الخدمة يجب أن لا تخضع لنصوص حرية أخرى، أي لا تخضع لمبدأ حرية انتقال رأس المال أو حرية انتقال البضائع والسلع أو حرية انتقال العمال، كما أن هذه الخدمة يجب أن تكون مؤقتة. لتقييد مبدأ حرية انتقال الخدمات، هل يجوز فرض بعض القيود على ذلك؟ نجد هنا بأن المادة 62 طلبت منا الإحالة إلى المواد من 51 إلى 54 من أجل معرفة هذه الضوابط. ونعود إلى هذه المواد لنجد بأنه يجوز فرض تقييد على انتقال الخدمات بين الدول إذا كانت مستندة إلى اعتبارات المصلحة العامة، الصحة العامة، السياسة العامة، والأمن الوطني. هذه هي القيود أو الاعتبارات التي تسمح بفرض قيود على هذه الخدمات. نصل الآن إلى اختبار محكمة العدل الأوروبية. محكمة العدل الأوروبية وضعت مجموعة من البنود، رأت بأنه إذا توافرت في خدمة ما فيمكن أن تفرض لأي دولة قيود على هذه الانتقال. أولا أن لا تكون هذه الخدمة منظمة من قبل الاتحاد الأوروبي، أي لم يصدر توجيه أو تنظيم أو أي قرار بشأنها، كما أن تكون هذه الخدمة تتعلق بالمصلحة العامة. النقطة الثالثة أن تكون هذه القانون المحلي قد طبق هذه الخدمة بدون تمييز بين المواطنين وبين الأجانب الموجودين في بلاده، كما أن النقطة الرابعة أن يكون هذا الإجراء متناسبا مع الحالة المعروفة. إذا توافرت جميع هذه الشروط فيحق للدولة أن تفرض إجراء يقيد فيه سلطة انتقال الخدمات ولا تعتبر خرقا لنصوص المادة من 56 إلى 62. نصل الآن إلى القضية المتعلقة بحرية انتقال الخدمات. القضية تعرف بالرقم C33 عام 1974. هذه القضية تتلخص وقائعها في قيام محامي هولندي بالانتقال من هولندا إلى بلجيكا، وأثناء مرافعته عن الشخص فان بيلسبرغن رفضت المحكمة الهولندية السماح له بالترافع بحجة أنه يقيم في بلجيكا وأنه يجب أن يكون إقامته في هولندا لكي يتمكن من الترافع.
رفعت قضية إلى محكمة العدل الأوروبية الذي رأت بأن توجه المحكمة هو توجه خاطئ. فما يهم هنا هو الموطن القانوني المختار، ولا يهم موطن إقامة المحامي. وبالتالي يحق لهذا المحامي تقديم الخدمات في هولندا رغم أنه يقيم في بلجيكا تطبيقا لمبدأ حرية انتقال الخدمات. الآن إلى ختام هذه المحاضرة، وأذكركم بأهم ما ورد بها. درسنا في هذه المحاضرة مبدأ حرية انتقال الخدمات، ووجدنا بأن هذا المبدأ لا يشمل كل الخدمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بل أن بعضها مثل خدمات النقل تخرج عن هذه النصوص. كما أننا بحثنا في مفهوم الخدمة وشروطها، ورأينا بأن الخدمة يجب أن تكون بمقابل، وأن تكون غير منظمة بنصوص أخرى، وأن تكون مؤقتة. كما أننا بحثنا بانتقال الخدمات خارج الاتحاد الأوروبي، وبحثنا أيضا التقييد الدول لحرية انتقال هذه الخدمات بالإحالة إلى المواد 54 51 إلى 54 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي. أشكر لكم متابعتكم، وأتمنى أن تنالوا معنا كل المتعة والفائدة.